حلو. كدراسة صحيح يعني، وبالظروف يعني اللطيفة من ضمن الحاجات اللي لازم أحكيها برضو، كان بيدرس لي مادة الهندسة الزراعية الأستاذ محمد إبراهيم الشال، وده هيبقى عديل رياضي سنباطي. كلها بقت عيلة بقى. شوفي الصدف. وكان الأستاذ رياضي سنباطي يروح يزور عديله في شبين الكوم ويقعد عنده يومين ثلاثة، فكنت بعرف ليه بيروح يهرب الفنان من مكان يروح لمكان اخر، فكنت بعرف ان السنباطي بيهرب من القاهره يروح الى شبين الكوم عند عديله. بس لسه ناجد. حضرتك كنت صغير بقى في الفتره دي، ما حوالي دخلتش 19 لسه. سنه 20 سنه يعني كده. كان يهرب بقى يروح عنده. يروح عنده، فكنت اروح عند الاستاذ الشال ده بيدرس لي ماده الزراعه، وكان عارف ان انا بضرب عود وهو بيحب يضرب عود، فكنا نقعد، كنت اشوف السنباطي بس كنت اشوف العود بتاعه هناك، فكان يلذ لي ان انا امسك عود رياض السنباطي واعزف عليه وكأني مثلا طلت نجمة من السماء. الله، أنا قاعد ماسك عود رياض سنباطي وبعزف عليه، فكانت حاجة كنت مبهور بيها يعني. من يومها وأنا بقى أنا بعشق السنباطي أساسا، ولما شفت عوده عند الأستاذ الشال وعزفت عليه زاد عشقي والتصاقي به، زي ما يكون ربنا باعت لي العود ده يعمل معرفة بيني وبين الأستاذ سنباطي. فحرصت بقى إن أنا أواصل استماعي الى شغل السنباطي من ام كلثوم وغير ام كلثوم وتلحين والناس كتير قوي، فقيت يعني متتبعه، فاصبح عندي عالم تاني بذاكر فيه السنباطي. طيب، هو دلوقتي احنا سمعنا المقدمة الخاصة بقصيدة فجر للأستاذ المرحوم السنباطي. أنا عارفة أنك العود دلوقتي قدامنا، عودك بقى مش عود السنباطي الله يرحمه، عودك، وأكيد وإحنا عارفين صوتك غير الالحان بقى كمان. الجديد ان احنا نسمع فجر دي بصوتك انت يا استاذ موجي بقى دلوقتي يعني، وانا عارفه ان عودك يلازمك، ويبدو انك اتاثرت برضو بالمرحوم السنباطي في الحكايه دي ولا طبعا إيه؟ لان دي البدايه زي ما حياتك قلت لنا، انا تعلمت فيه يعني بدون ان اقابله، يعني بقيت اتعلم منه طريقه عزف العود دون ان اراه يعني. يعني أنا عادة الحقيقة في المكتبة بقول الكتاب اللي تأثرت بيه في يعني أكثر الكتب تأثيرا في حياتك وكده. فبالنسبة للأستاذ الملحن الكبير والموسيقار محمد الموجي، لما أقول الكتاب اللي تأثرت بيه الأول نقول هو سنباطي. وعبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب والأستاذ محمد عبد الوهاب. طب نسمع فجر دلوقتي بعود الأستاذ الموسيقار محمد الموجي. انا ولو ان العود مش هيكون مظبوط على الطبقه بتاعه اللحن اللي عامله الصنباط دلوقتي، انما عشان خاطر طبقه صوتي حاليا مش هيكون مرتفع زي الصنباط. لا، ده انا من الاول واحنا بنعمل تيست للتسجيل انا قلت خلوا بالكم من صوتي جنب صوت الاستاذ الموجي، مش كده؟ مش ده حصل؟ اتفضل. يعني بقدر الإمكان يعني. لا، ده حلو قوي. صحيح،
مش عارفة ليه ما بتغنيش باستمرار يعني. مو يعني.